يعني نجح يرفع ايده يا جماعه. نروح كمان لطلاب متفوقين من الثانويه العامه، فرحه النجاح مفيش بعدها فرحه. دلوقتي معانا على التليفون امل سيد محمد، الاولى على الشعبه العلميه في الدمج التعليمي بالثانويه العامه. مساء الخير والف الف مبروك يا امل. اهلا بك لحضرتك. احكي لي كده، حاسه بايه يا امل؟ الاولى ما شاء الله، الله اكبر. يعني يعني صح ولا تتوصفش بصراحة، وعوض ربنا كبير، ويعني الحمد لله بجد حاسس بجد ان ربنا عوضني وجبر بخاطر بجد. يعني شكر ربنا وشكر لأهلي وشكر كل اللي ساعدوني وكل اللي وقفوا جنبي وفضلوا يدعموني لآخر لحظة حقيقي بجد. احنا عايزين نسمع قصتك الملهمة يا أمل علشان تكوني النهاردة الأولى على الشعبة العلمية في الدمج. عايزين نسمع لأنه أكيد قصة مليانة تحديات ربنا كللها بالنجاح الكبير ده في النهاية. الحمد لله والله، و الحمد لله يعني من أول ما اتولدت وعملت لحد دلوقتي 13 عملية، وكمان في آخر عملية تمام يعتبر ال 14 عملتها في شهر 10، كانت يعتبر في الثانوي نفسها في الدراسة نفسها. فبصراحة السنة دي كانت صعبة جدا أوي بالنسبة لي، خصوصا إن أنا عملت عملية في عز الدراسة، أخدت شهر 10 ووقفت دراسة شهرين. مكنتش بذاكر أي حاجة لأن كنت لسه مخلصة العملية، ورجعت لذاكر شهر تاني. طبعا كان معايا تراكمات كتير جدا كنت بحاول إن أنا أخلصها. طبعا شديت جامد عن اللزوم، جالي شد عضلي الشديد لدرجة إن أنا بقيت من شهر 1 لحد آخر يوم في الامتحانات كنت بقيت بذاكر وأنا نايمة، اللي هو مبقعدش خالص. فكانت بالنسبة لي برضه يعني الصراحة كانت سنة ضغط كتيرة جدا أوي عليا، كان أنا حتى بيساعدوني ويعني فعلا سبحان الله بجد، عشان كده بقول الحمد لله عوض ربنا كبير قوي الحمد لله وجبر ربنا ليا بصراحة بجد في صحتي. يعني ربنا دايما يكبر دايما بخاطرك ويديكي على قد تعبك ومجهودك وقوة تحملك دي علشان النهاردة نشوفك الأولى. أكيد جيتي على نفسك كتير وتعبتي كتير وذاكرتي كتير. كتير والله، وأهلي كمان جم على نفسهم في حياتي كتير، يعني كل اللي بيحبوني بجد. يعني احنا بنحيي كل أسرتك يا أمل، وصل لهم تحياتنا لان هم اسره نموذجيه قدرت انها تدعمك وتقف جنبك علشان النهارده يتشرفوا بكونك الاولى على شعبه العلوم في الدمج التعليمي بالثانويه العامه. يا امل انا سعيده ومبسوطه ان انت كنت معانا، بتمنى لك مستقبل مبهر، وعايزه اعرف بتحلمي بايه في اللي جاي ونفسك تعملي ايه؟ ان شاء الله ربنا يكمل صحتي على خير ويكتب بخاطري ان شاء الله يكرمني ويديني القوة والصحة والصبر إن أنا أكمل، وإن شاء الله ربنا يكرمني بصيدلة ويا ربنا يقدم لي اللي في الخير. الدكتورة أمل إن شاء الله، ونتشرف شاء دايما الله بوجودك معانا وترفعي اسم بلدك واسم عيلتك دايما. ألف ألف مبروك أمل سيد محمد الأولى على شعبة العلوم في الدمج التعليمي بالثانوية العامة. شكرا جزيلا على وجودكم كلكم معانا، شكرا أنكم جعلتونا جزء من فرحتكم وشاركتونا فرحتكم، لأنه الثانوية العامة مرحلة مهمة في حياة الناس كلها، كل الأسر بتعدي بالمرحلة دي. ويمكن وأنا بتكلم معاكم عن الثانوية العامة بستعيد ذكرياتي مع أهلي في الثانوية العامة، كل واحد عدى بالمرحلة دي وعارف يعني إيه نتيجة الثانوية العامة، وعارف قد إيه المشاعر بتكون مزيج من الفرحة مع الدموع مع الزغاريط مع الأغاني، أجواء ما أعتقدش إنها بتحصل غير في الثانوية العامة. ربنا يفرح كل القلوب يا رب وكل البيوت، ودايما يكلل كل التعب والمجهود اللي بيحصل في كل المجالات بالنجاح والفرح دايما.